بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أنا أوجه طبعا التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ويا رب يكون شهر الخير والبركة واليمن والبركات كلها لمصرنا الحبيبة وللعالم الإسلامي والعربي. وأيضا مرة أخرى بتوجه بالتهنئة لأبناء مصر الأحرار بمناسبة بدء الصوم الأكبر. الحقيقة يمكن يعني أنا كنت حريص في هذه الأيام الجميلة والمباركة إن إحنا نزور النهاردة الحقيقة برفقة عدد من السادة الوزراء، وأيضا في يعني ضيافة السيد محافظ جنوب سيناء، واحدة من أطهر بقاع الأرض اللي ليه طبعا كل الذكرى والمرجعية الدينية والتاريخية والتي يعني موجودة في وجدان كل البشرية بكل أطيافها بأديانها السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ألا وهي منطقة الوادي المقدس طوى، جبل الطور، جبل موسى التجلي الأعظم. وهي الحقيقة هذه النقطة الطاهرة والمباركة النقطة الوحيدة اللي على الكرة الأرضية اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم على هذه المنطقة. طبعا يعني مش هذكر اللي موجود الآيات اللي موجودة في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي العهد القديم أو التوراة اللي بتذكر قدسية هذا المكان، ويمكن عشان كده كان حرص الدولة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة على تطوير هذه المنطقة وإن يتعمل لها مشروع بكل المقاييس، هو مشروع عالمي. هذه المنطقة مسجلة ضمن منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي، وفي نفس الوقت هي محمية طبيعية بكل القانون المصري. فكان عشان كده يعني صعوبة وتعقيد أعمال التطوير إن إحنا لازم مشروعات التطوير اللي تتماشى مع المعايير سواء اللي حطها منظمة اليونسكو أو إنها معايير إنها محمية طبيعية. ومن خلال هذا الموضوع الحقيقة اتعمل التصميم الرائع اللي إحنا شايفينه إن المشروع كله يبقى مصمم كما لو كان هو جزء من الطبيعة اللي لها خصوصية شديدة هي اللي موجودة في هذا المكان. فبالتالي المباني معمولة بحيث لا تطغى على الإطلاق على البعد الطبيعي والتراثي الموجود، الالوان اللي موجوده، الزراعات اللي موجوده، طبيعه التنسيق، الموقع واللاندسكيب كلها موجوده ومستوحاه من المكان الاصلي. الاشجار المستخدمه في الاساس هي اشجار الزيتون، وطبعا اللي مذكوره في الكتب السماويه وعلى الاخص في القران الكريم في اكثر من موضع. يمكن يكفي ان احنا موجودين خلفيتنا في ورانا هنا هو جبل التجلي الاعظم اللي مذكور طبعا برضه في كل الكتب السماويه، وله القصه الشهيره وهي النقطه اللي تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى عندما طلب منه سيدنا موسى ان يراه، فقال له ما معناه يعني انك لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا. هنا هي دي النقطه الطاهره. وراها لما رحنا الدير في نفس المكان، الوادي اللي ورانا ده وادي الدير اللي بيقود لدير سانت كاترين، اللي فيه طبعا شجرة العليق المشهورة جدا ايضا في الكتب السماوية، وايضا البقعة الطاهرة اللي يعني مكتوب في القرآن ما معناه اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، واللي احنا يمكن شرفنا كمجموعة ان احنا صلينا فيها في هذه البقعة. يعني احنا بنتكلم في منطقة فعلا لها قدسيتها وروحانيتها. عشان كده كان هدفنا او هدف الدولة المصرية انها تعمل مشروع يبقى هدية للعالم كله وبكل الاديان، وتبقى مكان مقصد رائع لكل السائحين سواء اللي بيستهدفوا سياحة دينية او سياحة ترفيهية او سياحة بيئية. والحمد لله يعني هذا المشروع النهاردة يعني الدولة المصرية حتى هذه اللحظة يعني عملت فيه شغل كبير جدا، بدءا من تطوير مطار سانت كاترين وتحويله لمطار دولي وصالة ركاب كبيرة جدا تليق بيها. المنطقة اللي موجودة، المشروعات اللي اتعملت، النزل البيئي، الفنادق، فندق الجبلي، مدينة الزيتونة، بنتكلم على حجم
غرف ويعني وشقق سياحية هتبقى وفندقية تتجاوز الـ1000 غرفة، وبالتالي دي إن شاء الله تكون مقصد سياحي. النهاردة الحقيقة ساعدنا بإن واحدة من أكبر سلسلة من سلاسل الفنادق العالمية بتوقع معانا علشان إدارة الفندق اللي موجود هنا، وهي طبعا شركة عالمية شتايجن برجر العالمية، علشان فعلا تبدأ تفتتح. والحقيقة احنا في المرحلة دي في تفاوض مع شركات عالمية أخرى عشان تبدأ تاخد بقية المنشآت السياحية. ولكن جنبا إلى جنب مع ذلك كان توجيه سيادة الرئيس إن احنا نطور المدينة القديمة، مدينة سانت كاترين، وفعلا الحقيقة احنا اشتغلنا على تطوير كل البيوت القديمة، إنشاء مباني حكومية موحدة عشان تقدم كل الخدمات المتطورة لأهالي سانت كاترين. فالحقيقة المشروع كله مشروع متكامل، واللي إن شاء الله هيكون جاهز للافتتاح في أقرب فرصة. وأعتقد يعني مرة أخرى اسمحوا لي أوجه التهنئة للشعب المصري كله بأطيافه، وسواء المسلمين أو الأقباط، بمناسبة هذه الأيام المباركة، واللي نستغل هذه الأيام وندعو الله إن شاء الله إنها تحمل كل الخير والبركة لمصرنا الحبيبة وللمنطقة كلها بإذن الله. بشكر حضرتك.